جوج دقائق ونديروا مع الإخوان بارتاج بعدا باش ما يقولوش لينا الإخوان غفلتونا. بارطاجيو الإخوان الله يخليكم. عندنا واحد جوج دقائق ونبداو دونك مبقاش بزاف. الخدمة ديال البارطاج اون برانسيب خص يكون شي واحد متعاون معنا يقدر يدير هو هاد الخدمة هادي وحنا نبداو، ولكن خاصك يكون عندك الحاج عمر باش ديك الساعة تقدر يدير واحد اللي غيقابل هاد الخدمة هادي يدير البارطاج يدير كترو كيما كيديرو لي في بروغرامي. المهم يكون شي واحد اللي غيقدر يدير هاد العمل ديالنا، ولكن حنا كنتضرعنا نديرو كل شيء، تكتب تبارطاجي تصحح. المهم وهذا ماشي واعر، اللي مهم عندنا هي اننا نوصل لكم الخبر. ونوصلوا المعلومة ونفيقوا اللي ناعس ونتاقدوا اللي داير شي حاجة ماشي هي هاديك، يعني نديروا الواجب ديالنا اللي عندنا. ما على الرسول إلا البلاغ. هما ديك الساعة راه ما في انتوما متتبعين ديال جديد نيوز ولا متتبعين ديال هاد لايفات، تانتوما خصكم تلعبوا الدور ديالكم اللي هو ايصال هاد لايفات ولا الاخبار كامله توصلوها عن طريق الواتساب ولا عن طريق البارتاج، ولا يعني خص بنادم باش يولي عارف. يعني تانتوما كتعاونوا، ما كنبقاش غير بوحدي، كيكون معايا كتكونوا معايا نتوما اللي إذن على بركة الله نبدأ الحلقة ديال اليوم. أسكت أتابع دي الحلقة ديال اليوم كما أشرت ليها في البداية، فهي كتعلق بواحد البيان اللي صدرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، واللي كما كنقولوا جا الجديدين على القلب. ألور هذا البيان هذا اش كيقول لك؟ بيان استنكاري للرأي العام. إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية انطلاقا من التزاماتها الدستورية ومبادئها في الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم، وهي تتابع الوضعية المزرية والخطيرة والتدهور المهوي الذي تعرفه مدينة الجديدة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والبيئية والرياضية، وربما وقيل لكم كانوا شي واوات اخرين كنت بقينا نصيفطوا في الواوات تصبح ملعوبة جديدة، خصوصا الوضعية المزرية التي أصبح عليها مرتفق النظافة بالمدينة. إذن
النظافة هي النقطة التي أفادت الكأس، وبالتالي هي اللي خاضت الحيز الأكبر في هذا البيان، وكانوا فيه جوج ديال النقاط. تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية للرأي العام المحلي ما يلي: استنكارها الشديد لتراكم أكوام الأزبال والنفايات السربة بمختلف الشوارع وأزقة المدينة وبالأسواق اليومية بالرايم على القاسم السعادة وما تعرف هذه الأزبال من رائحة كريهة وتعفنات، حيث تحولت بعض النقاط إلى مطارح للنفايات السربة والتي أصبحت مصدرا للروائح الكريهة تزكي من الأنوف وتجمع الذباب والحشرات التي قد تسبب الإصابة بالأمراض الجلدية وغيرها. النقطة الثانية: في نفسها تحمل المسؤولية لرئيس المجلس البلدي ونائبه المكلف بالقطاع لسوء تدبيرهما لمرفق النظافة، والذي يعتبر أهم مرفق حيث لا يقومان بواجبهما في مراقبة الشركة صاحبة امتياز التدبير، مفوض بالنظر إلى ضعف الخدمات المقدمة من طرفها. وهنا نطرح السؤال العريض: من يحمي هذه الشركة؟ ولماذا يؤدى لها أموال طائلة وهي لا تؤدي واجبها وفق شروط وبنود كل الناس تحملت، مع العلم أنها مجبرة على احترام بنوده؟ النقطة الثالثة: إذن هنا النقطة الأولى الثانية كما قلنا مشكل ديال النظافة، ما كاينش اللي ما هضرش عليها المشكل ديال النظافة، يعني راه كلشي يهضر على النظافة، لا ساكنة لا يعني صحافة لا كلشي ولا يهضر على النظافة وكلشي يتعلم يهضر على النظافة. النقطة الثالثة: غياب الشفافية والحكمة في إبرام الصفقات العمومية والطلبات. هنا غنبداو ندخلوا للحبشي شوية، هنا يعني غياب الشفافية والحكمة في إبرام الصفقات العمومية والطلبات، نظافة صفقة النظافة المناطق الخضراء، التشوير العمودي والأفقي، الدراسات المتعلقة ببرنامج عمال، الدراسة المتعلقة بقطاع النظافة، شراء المعدات والتجهيزات المعلوماتية إلى آخره. إذن غياب الشفافية يعني راه كاين إن ولا تصبت إن وتم الإثبات ديالها، إذن المصير راكم عارفين. غياب التفاعل الإيجابي لرئيس بلدية الجديدة يعني رئيس الجماعة مع شكايات المواطنين ورفضه استقبالها نظرا لغيابه عن الجماعة واستعمال مكتب شركته الخاصة كملحقة إدارية لإمضاء وثائق الجماعة الحضارية واستقبال بعض المواطنين حسب رغبته. وهنا غادي نسألوا الرئيس على الدور ديالو إلى يغيب على المكتب ديالو وهاد المواطنين اللي عطاو الأصوات ديالهم ويرفض الاستقبال ديالهم، دائما حاسب البيان باش ما تقولونا شي حاجة اللي ما قلناش. كيقول البيان بأنه رفض استقبالهم وعنا نظرا لغيابه عن الجماعة وباللي راه رد المكتب ديالو ديال الشركة ديالو الخاصة كملحقة إدارية لا قبل إمضاء ديال الوثائق ديال الجماعة، كيفاش عندك يعطوا لي الكودي بيسيني. النقطة الخامسة: عدم الاهتمام بإصلاح وتقوية الإنارة العمومية بالمدينة، الشيء الذي يساهم في ارتفاع معدل الجريمة. هذه فيها جوج ضربات: ضربة للبوليس يعني الأمن، وضربة للرئيس الجماعة والقسم التقني إلى آخره. هنا كنقولوا كل شيء خصو يتحمل المسؤولية، إذن خاص رئيس الجماعة ولا الجماعة خصها تعاون البوليس باش يأديوا الواجب ديالهم كما ينبغي، باش ما نقولوش كاين هناك تقصير، لأنه ما يمكنش أن البوليس غيبداو يدورو في الدروبة بالبيلات، يعني خاص الضوء يكون موجود. النقطة الأخرى: عبد النبيل الرجاوي، تحية ليك، سلام خويا. الجديدة مدينة سياحية، صور بدون تعليق، زوار مدينة جديدة سياحية ومجددة، فوضى عالية، مشاريع في جميع الشوارع، مهم إلى آخره. غياب المراقبة والانضباط من طرف الشرطة الإدارية وتفشي الفوضى واحتلال
الملك العمومي. وهنا ما غاديش نخصوا الذكر فقط الشرطة الإدارية، وإنما السلطة المحلية، لأن السلطة المحلية هي دايرة تقصير كبير في المدينة الجديدة، لأنه منذ الحملة اللي كان دار الباشا مشيش اللي كان حييه من هذا المنبر، واحد الصباح فاقوا الناس مع الربعة الصباح لقاو الكميوات كتهز في الكرارس، منذ ديك الحملة ما بقيناش شفنا شي حملة مماثلة ولا نية يعني باش أن يخويو هاد الشوارع ولا يحرروا الملك العام. يعني منذ ذاك التاريخ يعني أزيد من 4 سنوات ولا 6 سنوات ربما كنظن، إلى اليوم طاقة الفوضى ديال احتلال الملك العمومي. وغادي نرجع لهذا الاحتلال ديال الملك العمومي في المباشر ديال غدا، لأنني صورت بعض النقاط اللي ما بقاش اكتفاو بالفراشة مثلا، فراشة عادية راه كيدوز بنادم كيسالي كيجمع كيزيد في حاله، هادو لا ولاو دايرين كروسه كبيره، ماشي تا كروسه، طابله ما كديبلاصاش، وملي كيسالي كيباشيها يعني بحال كيوسك، ما كاينش فرق بينها وبين الكيوسك، حاط الطابله وملي كيسالي كيباشيها في بلاصتها. ولا بغيتي تدوز بالطوموبيل يستحيل، مصطلح يستحيل ما فيش. كاين النقاط اخرى اللي غادي نطرقوا ليها. كنتمنى من السيد رئيس الشؤون الداخلية ولا السيد الكاتب العام ولا السيد العامل السيد الخمليشي، مهم ع واحد فيكم راه يقدر يخدم الغرض، تكونوا تسنتوا لهذا الشيء اللي غادي نقول. في التريتوار ديال المقاطعة الثالثة تكون غادي للمحطة، آخر فروج اللي منه كتمشي طريق المحطة، آخر فروج قبل منه على اليمين كاين واحد العمارات، إلا دخلتي ليهم من جهة أخرى غادي تلقى واحد البوست ديال الضو، وكاين واحد الخوا حداه وكاين عمارة، داك الخوا اللي حداه أصبح بمثابة دكان حانوت، ماشي تا دكان حانوت، مستودع كيتباع فيه البياس ديال تابلومبيت يعني لا بلومبيري الرصاصه. هاد المحل هذا يعني استغلوا هذاك البوست ديال لاراديش، هنا كنسولوا لاراديش واش ما عندكش الناس ديالك اللي غادي يجي يحميو لك المصالح ديالك، ان الحيط ديال هذاك البوست ولا الحيط ديال هذاك الحانوت، واش ما كاينش السلطه المحليه، القائد راه مشى وقف على داك الشيء بنفسه شاف داك الشيء بعينه، وايضا الشرطه الاداريه حتى هما مشاو معاه، ما تريبش هذاك. والواعره انه قدام هذاك كاين واحد التدسيسه تحت من ديك التدسيسه السيد القائد، وعلى طريقك السلطه كاملين كاين تحت هذاك الدس كاينه اون كاف، كاين واحد لاكاب تما كاينه اللي ممكن انه كيدخلوا كاميوات رموكات كبار كيخويو هذيك السلعه اللي كتجي ما عرفت منين ما سوقيش في داك الشيء، المهم كتخوي تم هذيك لاكاف ممكن دير شي خطوره. هذا ميساج دايز، باقي غنرجع لهذا الشيء بالفيديوهات وبالصور عما قريب الى ما كان شي تحرك، كنتمنى منكم انكم تحركوا. المهم هذه راه غير نقطه، كاينه ماكدونالدز اللي ما عندوش ترخيص الى يومنا هذا، كاينه الحي اللي انفاس مع المركب السياحي اللي فيه لي شالي ديال الدفاع اللي لحد الان ما الارض باقا مسجله فلاحيه، باقا مسجله ارض فلاحيه في المحافظه، وهي وكيستخلصوا كيتخلصوا من عدد دوك الناس وداك الكرا كي كيديروا لها، وهي الارض عند المحافظه باقا ارض فلاحيه. هذه حتى هي غادي نرجعوا لها حتى هي من بعد. كلوب ديال التنس اللي جوسكا بريزون ما عندوش ترخيص ودار اتفاقيه شراكه مع لينديياش بدون ترخيص، الشرطه الاداريه كتفرج، السلطه كتفرج، كيفاش داروا لهاد الشيء؟ شكون اللي غيفك هاد الشيء الا ما فكوش العمال ولا هادي؟ شكون اللي غيفك هاد الشيء؟ المهم باقي بزاف هاد المجالات، حيت كاينه بات لي واحد النقيطه حتى هي كما قلنا عدم التفاعل الايجابي، عدم التفاعل الايجابي مع بشان فتح تحقيق
في الاختلالات القانونية التي عرفها عقد المبادلة الخاص بالمحطة الطرقية الجديدة وكذا التوظيفات المجموعة. وكواك عباد الله، هذه المحطة الطرقية واش اكتفيتوا بقات مسدودة؟ باقي ما شفنا حتى واحد مشى للحبس. إذا اللي حبس هذه الخدمة هو اللي خصو يمشي للحبس. عاصفت لنا عباد الله المحكمة ولا واش جالسين كتفرجوا حنا في هذا الشيء؟ المحطة الطرقية بقات غير هي هي، الآخرين خاضوا الأرض ديالهم راه باعوا سالة وفضة، وهذيك المحطة الطرقية بقات مسدودة. والتاني واش هذا الشيء زعما؟ مدينة جديدة ديما هي الحوايج القساور بومبوندان نقص عليه تسط وسير، ولا اشنو هذا الشيء؟ ماشي حشومة وعار. مازال غادي نرجعوا للمحطة الطرقية حتى هي عما قريب، ضروري بالتفصيل. الإهمال والتقصير المقصودين في إصلاح المحطة الطرقية القديمة، والذي يكشف تواطؤ المجلس الإداري للمحطة مع رئيس مجلس بلدي، وذلك للتخطيط لبيعها بخاص الثمن ولمن يريدون. هذه كتحيلنا على الفيلم الأول ديال لافارش اللي كان العضو الجماعي السابق محمد الشاون، كنوجد ليه التحية لأنه قدر أنه يفضح هادشي كامل، ولو أنه متخاش بعين الاعتبار. هذا كيزيد أكيد كيقول لنا واش حنا بصح نيت أمام قانون كيطبق، واش حنا بصح نيت أمام وزارة داخلية كدير الخدمة ديالها وكدير البحث ديالها. راهو سي وزير الداخلية الله يجازيك بخير، ربما تكون هذه النقطة إما غير دازت قدامك سهوا ولا ما وصلوهاش ليك، غنوصلها لك عاود ثاني من دابا. نتمنى كما قلت في الأول أنه الناس اللي دي السلطة يوصلوها لي. ندوة صحفية دارت المعارضة بمشاركة مع الجديدة نيوز، وخلال هذه الندوة تقدم العضو السابق الشاون محمد وقال بأنه لافارج الأرض ديالها داك المخيم ديال لافارج غادي يتباع الشركة ديال ديكاتلون بالاسم، ما ندرقوش، قال الشركة ديال ديكاتلون، وقال بأنه فيها أحد أقارب الرئيس ديال الجماعة عامين قبل. ملي جينا نشوفه بصح نيت لقينا ديكاتلون من ضمن الشركات، إلا كانوا بصح شي شركات ما بانش لينا، هما اللي بصح نيت خادوا هذيك ديك لافارج، مخيم ديال لافارج. إذا ها هي قبل كان سايق الخبر، لأنه راه كان ولد الدار، كان مع نفس الحيز وكان مو معمرين إلى آخره. بلا ما ندخلوا بشي تفاصيل أخرى، نبداو نقلبوا المواجع. الحالة الطرقية بالمدينة، هذه النقطة التاسعة، رغم ما تصرف من ميزانية ضخمة لإصلاحها، واكتفى رئيس المجلس البلدي بترقيعها. يعني هذه دائما المحطه، الحاله الطرقيه ديال مدينه جديده، دائما احنا في مدينه جديده كيصرفوا ميزانيه كبيره باش تصلح، وما فهمتش علاش يعني وفينا هو هذا الاصلاح. اكتفى رئيس المجلس البلدي بترقيعها مع غياب الاهتمام بالتشوير الطرقي وعطلت ديما الفروجتي، عطلت الاضواء الثلاثيه الجديده، وغياب الاهتمام بالمساحات الخضراء على قلتها. الور هنا الفروجات ديما خاسرين، دونك كاين فضيح. الحاله الطرقيه راه حديث ولا حرج، احفاري بين حفره وحفره كاين حفره، ودابا كاين شي حفاري ولاو في حي السلام، تقدر دير وسط منها بيسين، يربيو فيه الوز، عيعوم، ديروا فيه اللي بغيتو. مهم هذيك الطريق خصها إعادة النظر. بعض الطرقات حفراتهم لاراضيش باقي الان ما دار حتى شي حاجه، رغم مرور مده طويله وباقي الامور ما تقادتش. واغلبيه الطرقات كانت كتحفرهم لاراضيش وكتخليهم عليهم هكاك حتى كيديروا شي صفقه من بعد، وكيدوز داكشي ديال بومبيغ مونامي باك صاحبي. هنا غادي مازال غادي نرجعوا لهاد الحفاري حيت
عندي عليهم بزاف ديال الصور وفيديوهات وحوادث سير الى اخره، حتى هي غادي نرجع ليها. هنا قال لك نحمل الرئيس الفوضى التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينه. الله اكبر. اذا قطاع التعمير بطبيعه الحال اللي كيكون مسؤول عليه هو رئيس الجماعه، وتسببه في رفض تصميم التهيئه والذي اعتبرته السيده وزيره اعداد الترام والاسكان وسياسه المدينه جريمه في حق المدينه. فين وصلت الامور ديال هذه الجريمه؟ وفين هو هذاك تصميم تهيئه وتصميم تهيئه اللي فات وتصميم الزونينغ اللي كان دار في العهد السابق اللي كانوا فيه القيل والقال وشكايات؟ ما كنفهموش حنا دوك الشكايات، كيبدا العافيه كطلع في الاخر كتتهمد بشويه عليها بحال حتى شي حاجه ما كانت. واش ما خصكمش عباد الله يعني تفهموا بانه راه مدينة جديده يتم اقصاؤها في جميع المجالات؟ ما عمرك جديدي غادي تاخذ حقك في بلادك، ما عمرك جديدي غادي تاخذ مدينه نقيه، ما عمرك تكون عندك محطه تليق بالسمعه ديالك وبالوجه ديالك وبالكرامه ديالك وبانك مواطن، ما عمرك غادي دير انا حتى واحد، ما عمرك غادي تكون عندك ابسط الشروط ديال الحياه، ما غاديش توفر عليها. جديده هذه ما غادا تبقى هكا ملي ولاو فيها هاد تمنوا من راسكم. نشجب في النقطة 11، نشجب بعد هذيك ديال قطاع التعمير غادي نرجعوا لها في حلقة خاصة، تعمير بوحدو حلقة خاصة باش نحمل النقطة 10، نحمل النقطة 11، نشجب الوضعية المزرية لحافلات النقل الحضاري بالمدينة والفوضى التي يعرفوها هذا القطاع، إذ نحمل المسؤولية رئيس جماعة وممثلي في هذا القطاع الذي يستغل سيارة جماعة ويستهلك البنزين دون القيام بواجبه خدمة للمواطنين. ألور هنا رئيس مجموعة الجماعات النقل الحضاري هو اللي كيكون مكلف طبيعة الحال. السيارة راه هنا حافلات النقل الحضاري غادي نقول لهم خصهم يحشموا. علاش؟ لان عندي دفتر تحملات، في دفتر التحملات راه فيه واحد العدد ديال الحافلات وواحد النقاط خصهم يمشيو ليهم، باقي ما كيمشيوش ليهم، والعدد ديال الحافلات الكبار اللي خصهم يكونوا ما كاينش، والعدد اصل الاجمالي ديال الحافلات لحقاش كانوا دايرين كل عام غادا تكون واحد تزاد واحد العدد لهذاك الاسطول ما كيتزادش. دونك عما قريب هاد الشهر ان شاء الله، خلال هاد الشهر غادي نجبدوا هاد دفتر التحملات ونهضروا عليه غادي باستفاضه. دونك قطاع ديال النقل الحضاري غادي غنمرمدوه عاكون هاني. اذا هنا هذا هو النقطه الاخرى اللي نهضروا امام هذا التراجع الذي تعرفه المدينه على جميع المستويات التي يتراس جماعتها شخص غائب ابان عن فشله وعدم قدرته على تدبير الشان المحلي وفق حكامه جيده وبكل شفافيه، وحتى لا تقع كارثه بيئيه نطلب من ساكنه الجديده بان تتحمل مسؤوليتها لمواجهه هذه الوضعيه الكارثيه وان تخرج من صمتها وسكونها للاحتجاج على هذا التراجع الكبير والتهميش الممنهج واللامبالاة الذي تعرفه المدينة مدينتنا، وذلك من أجل المشاركة وإنجاح وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الجديدة لنعبر بقوة عن سخطنا ورفضنا للكيفية الضعيفة التي تدبر بها شؤون مدينتنا من طرف رئيس غائب وغير مهتم بقضايا الساكنة، وإننا نتمن المجهودات التي يقوم بها عامل إقليم بالنيابة في غياب الرئيس والمكتب المسير للجماعة، وندعو السيد
العامل بالنيابة انطلاقا من اختصاصات مخولة له دستوريا وقانونيا، وانطلاقا من مسؤوليتي كصاهر على تطبيق القانون والمراقبة الإدارية للجماعات، العمل على تطبيق مواد القانون التنظيمي 113 على 14 المتعلق بجماعات المحلية حماية لدولة الحق والقانون ورد الاعتبار لسكنة المدينة الجديدة. هذه النقطة اللي كنقولوها ديما، وندعو منا السيد ندعو السيد وزير الداخلية بإيقاف بإفاد لجنة للتفتيش والتقصي والبحث في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة وفي الكيفية التي تدبر بها شؤون المدينة. وإننا كهيئة اسمعوا باش تعرفوا شكون هي اللي دايرين هذا البيان، كهيئة وطنية لحماية المال العام والشفافية نعاهد ساكنة مدينة الجديدة على أننا سنبقى صامدين في خطنا النضالي ومستمرين في حربنا ضد الفساد والمفسدين. صراحة أرى في هذا البيان يعني مجموعة ديال النقط لي شيئا ما تشفي الغليل ديال الساكنة، غير بقات واحد النقطة هي ملي كيواجهوا كيخاطبوا الساكنة ديال المدينة الجديدة وبغاوها تخرج عن الصمت ديالها والخروج للاحتجاج. أنا ألور ما يمكنش للساكنة تخرج للاحتجاج السيد رئيس هذه الهيئة هذه إلا بدعوة منكم، مثلا نتوما تقولوا ندعو الساكنة باش يخرجوا بتاريخ كذا وكذا، الساعة كذا وكذا، المكان كذا وكذا. دونك نتوما كهيئة حددوا الساعة والتاريخ والمكان، والناس ساكنة الجديدة غتلقاوها كلها في الموعد. كاين واحد النقطة دائما كنت باغي نستضيف السيد الرئيس ولا أحد النواب ديالو ولا أحد ولا الكاتب العام ولا المهم من سيمثل هاد الهيئة هذه، إلا أنه نظرا للصبيب عندهم قليل في المنطقة فما في البلاصة اللي هو فيها ما سعفناش لحد أننا نتواصل معه اليوم، واكتفينا بقراءة سطحية ولو أن كل شيء اللي فيها مفهوم يعلمه العادي والبادي لا يحتاج إلى تفسير. معنا السيد الرئيس ديال الهيئة سعيد عاصم، سندعو الساكنة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إذن ساكنة مدينة الجديدة ترقبوا دعوة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في وقفة احتجاجية على هادشي اللي كامل اللي كتبقاو تبكيو عليه. في المنطقة ماشي واحد كيقول لك واه فينكم الصحافة، واه فينكم حقوق الإنسان، واه كلشي ولا بيع الماتش. سيدي ما كاين حتى واحد اللي بيع الماتش، اللي بغى يبيع الماتش هذاك الشيء براسو. المهم الحمد لله ما نبيعوا ماتشات ما نقدروش ما نعرفوش ليها، وتا الا بغينا نبيعوها القلب غيبقى يضرب في ما غنحملش راسي. الور ها هما هاد الناس تا هما باغيين تا هما يخدموا معاكم، قال لك غادي يحددوا موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. إذن من هنا نقول أنكم غتكونوا في الموعد، لأن الساكنة ديال المدينة الجديدة كما كنقولوا طفح الكيل بلغ السيل والزبا. جميع المصطلحات اللي غادي يكونوا باللغة العربية الفصحى، حيت واحد السامي قال لي بدا دير لايفات باللغة العربية الفصحى، معنا الناس على قد الحال في البوادي، معنا الناس في أحياء شعبية مساكن اللي ما مكملينش الدراسة ديالهم. وكاين واحد النقطة أخرى هي أننا مغاربة كنهضروا بالدارجة، نخدموا الدارجة في اللايف، ما غاديش نخدموا اللغة العربية الفصحى. إذن ساكنة ديال المدينة الجديدة على المحك، مفترق طرق، رضاو بالهم يرضى بنا ولا نقولوا لا، نطلبوا باش نقاطيع مع هذا الشيء. إذن شكرا السي عاصم سعيد رئيس الهيئة على التواصل ديالو، وشكرا السيدة رضوان أيضا على التواصل ديالو، وهنا كيبان لي بأنه وصلنا للنقطة ديال النهاية ديال هذا البث المباشر ديال هذه الحلقة هذه، اللي من خلال النقاط اللي تدرجت فيه تبين بأنه كاينين نقيطات زوينين عجبوني شخصيا، يعني خصهم التفاتة وخص تدخل. إلى هنا غادي ننهي هذه الحلقة المباشر ولا هذا المباشر
في انتظار مباشر آخر. الأخت لمياء كتسول على الحديقة أمام الغزوة، أعطيني غدا ولا بعد غدا نسولو لك المصالح ديال المساحة الخضراء الجديدة ونقولوا لكم اشنو اللي كاين. اذا غدا ان شاء الله عندنا واحد مباشر، دونك ترقبوا ديما المباشرات في اي لحظه في اي وقت، ما نبقاوش نحبسوا، خصنا نبقاو متابعينهم متابعه العرج الغنم. استودعكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.